صلوا على رسول الله. النهاردة أنا سعيد كل السعادة أن نأتي ملبيين لدعوة الأخ الحبيب الغالي على القلب والروح أستاذ محمد سمير بدراوي. أسأل الله أن يبارك في عمره وفي صحته وفي ماله وفي أولاده، وأن يجعل ما يقدمه للإسلام وللمسلمين ولخدمة الناس وللفقراء في ميزان حسناته إن شاء الله. لما اخترت سورة يوسف النهاردة عشان أقرأها لكم في الصلاة، أردت أكثر من هدف في هذا الموضوع. نفسي كل واحد بيصلي يتعايش مع القرآن وهو يسمع. مهم جدا انك ما تحسش ان في ايات غريبه، خصوصا ان ما كنتش انت من حفظت القران، لان اسيادنا واكيد في اسيادنا ومشايخنا وافضل مني من اهل القران بيصلوا ورانا، اسال الله ان يحفظ علينا وعليهم نعمه القران. لكن انا احتجت منك كرجل كبير في السن او كشاب ما انتش حفظ القران، انك تتعايش مع هذه القصه، خصوصا ربنا لما تحدث عنها جعلها أحسن القصص، جعلها أحسن القصص. نحن نقص عليك إيه؟ أحسن القصص، لا في خيال ولا في مبالغة ولا مزايدة، إنما واقع نعيشه. الحكاية بمنتهى البساطة أن المبالغة في الحب من الأب لأحد أولاده دونا عن إخوته ده شيء بيعمل ضغينة وتفرقة بين الإخوة. كويس؟ متفقين على هذا الأمر؟ ما أقولش أصل ده الصغير وده الدلوعة وده الحيلة، أصل ده اللي جالي بعد 4-5 بنات دلله واكتب له واعمل له وسوي له، هو ده سبب الفساد. المشكلة ان اخوة سيدنا يوسف ما كانوش مختلفين على الميراث زي ما احنا بنختلف، ولا واحد واخد على الاسفلت والتاني واخد في اخر الارض، لا ابدا. المشكلة كلها انهم جمعوا سبب المشكلة في آية ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. شوف حب الأب. ولذلك لما جاء رجل يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أولاده على حديقة، سأله أعطيت أولادك مثل ذلك؟ قال لا، ده بس يعني ده متمازع. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على ظلم. طب ما نيجي النهاردة، واحد بياخد الكوم كله يكنس والتاني بره في الشارع، مش معنى ما انا ابنك جاي من صلبك، ما انا من نفس الرحم، لماذا هذه التفرقة؟ ودي مشكلتنا في هذا العصر، اننا لا نتعلم سنة النبي الا في الامور الخلافية، في قل هو الله واحد ولا ما فيش، في مش عارف في بسمله ولا ما فيش، الامور دي كلها. طب ما تيجي يا عم تشوف كده، سيدنا النبي بيقول ساووا بين اولادكم في العطيه، وان صح ساووا بين اولادكم ولو في القبله. بصت واحد ما تسيبش الثاني، بيقعد يبص له كده، طب امتى تغور عشان اخد انا مكانك؟ امتى تسافر عشان ابويا يحس بيا؟ ما انا قاعد قدام منه اول، لو بيفرج نايب لحمه يدي الولد ده وسايب التاني، لو بيديله مصروف يدي ده 1000 ويدي ده 100. ما بيحصل يا اخواننا الكلام ده، ودي سبب مشكله في الضغينه بين الاخوه. لا يوسف واخوه احب الى ابينا ونحن عصبه. كانوا قد ايه؟ كانوا 11 وسيدنا يوسف الايه؟ الـ12 بتاعهم. اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، يعني 11 غير سيدنا يوسف والشمس والقمر اللي هم مين؟ الاب والام.
اسمع الآية اللي بعديها، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. طب دي بتعلمنا حاجة ناخد منها درس. واحد شاف سيدنا النبي في المنام، ده انت عارف انه ممكن يتحسد على كده، ممكن استكتر عليه النعمة كده وقول لك انا ليلت امبارح كنت مع سيدنا النبي. اذا كان سيدنا يعقوب قال لابنه الرؤية اللي انت شفتها ديت ما تحكيهاش لاخواتك، ليه؟ قال فيكيدوا لك كيدا. انا ممكن اعرف انك راجل موصول بالله، شفت رؤية صالحة اقوم استكثرها عليك. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها الا من احب. تحدث بالرؤية دي مين؟ احبابك اللي يقولوا ربنا يزيدك، ربنا يبارك لك، ربنا يديم عليك نعمة. وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله وليدفل على يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا، فإن الرؤيا على جناح طائر فإذا حدث بها إيه؟ وقعت. إذا رأيت ما تكره لا تحدث به أحد. قول أعوذ بالله مش ترجيم، ما تقولش امبارح كان في كابوس وناس بتطردني وناس بتقتن، ما تقولش عشان الكلام ده ما يتحولش لإيه؟ لحقيقة. طب وإن رأيت بقى نفسك بقى في حضن سيدنا النبي وبتقبل سيدنا النبي وفي رحاب سيدنا النبي، ها احكي للي يتمنى لك المزيد من الفضل والعطاء. أنا جالي واحد مرة بيقول لي أنا شفت جميع الأنبياء حتى اللي ذكروا في القرآن كلهم شفتهم فرضا فرضا، وكان كل واحد يجي يقول لي أنا نبي الله كذا، أنا نبي الله كذا. وكنت من فرحتي بحكي الكلام ده لمين؟ للقاصي والداني. أنا بقالي دلوقتي يجي سنة ما شفتش حاجة، قلت له كل سنة وانت طيب، انقفل الباب، استكثروا عليك النعمة، ها مش هتشوف حاجة تاني بعد كده. ما هو النهاردة لو حد عرف انت عندك سبوبة بتجيب الدولارات منين ولا بتجيب الفلوس منين، ها اللي بيحبك يقول ربنا يزيدك، واللي بيكره يقول ايه عايزين نقفل عليه الباب ده عشان الخير ده ما يجيلوش. فدي برضو خير جاي من عند ربنا لك، انك تبقى موصول بالنبي او موصول بآل بيته او موصول بالصالحين او بالاولياء، يقوم واحد يستكثر عليك النعمة دي يقوم ايه يحسدك فتغلق عليك الايه هذه الابواب. طيب لما نصل الى درجة ان المقدمات الفاسدة تؤدي الى نتائج صالحة، ده دي كلام مخالف للمنطق ومخالف للعقل. يقولوا ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما. بقى بالله عليك اللي يقتل اخوه او ينفيه يبقى راجل صالح؟ ازاي المقدمات الفاسدة تأتي الى نتائج صالحة؟ مستحيل. ولكن ده مخالف للعقل وللمنطق وللشرع وللدين. ولكن ربنا قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بيحط حزام ناسف ويقتل في الناس ويقول لك أنا من المجاهدين في سبيل الله، أصل كده بأنشر دعوة ربنا. هو شايف إن في خلل بس هو مش شايف، هو يقع فيه وهو لا يدركه. لذلك قال قائل منهم، وده اللي كان ايه يعني احن واحد على اخوه يوسف، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. وصلوا لدرجة التنفيذ، يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ولما بنعمل عملية الاشمام بالبق ده كده، لان اصل الكلمة ما لك ايه لا تأمننا على يوسف، فعوض عنها بإيه؟ بضم الشفتين. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يقوم مين اللي يديهم السيناريو؟ أبوهم. السيناريو الحكاية هم ما كانش عارفين هيقولوا إيه؟ إيه؟ هيقولوا وجع في غيابات الجب وإلى آخره. لكن اللي ادهم خيط الكذب بدون ما يشعر أبوه، إني لا يحزنني
أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هو كلمة موضوع أكل الذئب لسيدنا يوسف ده كان في المخطط بتاعهم، ما كانش عندهم، لكن مين اللي اداهم الشماعة دي؟ أبوه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. ده احنا كتير، واحد بعصايا والتاني بطوبة، الذئب هيجري. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. خلي بالك سيدنا يوسف وقتها كان عنده كم سنة؟ 10 سنين. اسمع الآية دي، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يبقى ده أول تثبيت لقلب مين؟ لقلب سيدنا يوسف لما ينزل الوحي عليه ويقول له ما تخافش لتنبئنهم بأمرهم هذا، ده دليل على إنك هتطلع وربنا هيرفع قدرك وهتجتمع بيهم وهتقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. أدي تحقيق الإيه؟ الآية. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكأن القائل يقول إذا كانوا قد ألقوه بالحبل ثم قطعوا الحبل الذي بينه وبينهم فإن الله قد وصل يوسف بحبل محبته وبحبل حفظه وعنايته.